ان يكون الجمهور النادي الاهلي هو 99% من الجمهور، رغم ان المحتفل بيه نجم كبير جدا، نجم سعودي مش عادي يعني، فؤاد انور ده نجم غير عادي، نجم مونديالي بعدين ده جايب جونين في كاس العالم، وكابتن مجدي عبد الغني جايب جون ويعني مطلع عينينا هنا كمان جايب جونين. انا كتبت عنه في المجله ده نجم كل المونديالات، ده اللاعب الوحيد يعني مش عايز اقول في العالم يعني، لكن انا يعني اجزم ان هو اللاعب العربي الوحيد اللي لعب كل كاسات عالم. نعم. كل كاسات عالم في كل المراحل السنيه يعني، ما فيش لعيب عربي تقريبا لعب ناشئين وشباب ومنتخب اول ولعب دوره اولمبيه ولعب كاس عالم الانديه، اعتقد صعب جدا. كانت رجليه جامده يا استاذ علي. نعم كانت رجليه جامده قوي في الشوط. لا ما شاء الله عليه، وكان لعب وسط مدافع، ما كانش راس حربه.